فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد الاشتراط في الاعتكاف؟ وما الأفضل، أن يشترط الإنسان أو لا يشترط؟ يشترط أنه يخرج لكذا، أنه يزور المريض، أنه ما في مانع، أنه يعتكف في النهار ويخرج بالليل يبيت في بيته، إذا مثلا صارت امرأته تحتاج إلى أنه يكون عندها في الليل ما يخالف. نعم.